يقول ماشي كل كلام فارس ده حلو وجميل، لكنه يا سيدي ماشي استبعده اوقفه اخصم له، لكن ده قصة 48 ساعة وعندك مباراة مع المنافس التقليدي بتاعك اللي كان كسب قبلك وانت عارف انه هتلعبه، فكان هدوء شوية في التعامل مع هذا الامر، ولما ترجع خد القرارات اللي انت عايزها. اللي بيقول كده من وجهة نظري هو متعاطف بالتأكيد مع كهربا، واحنا ما عندناش مشكلة من التعاطف مع لاعب لان ده ابننا ابن طبعا النادي الاهلي، واحنا اكتر ناس متعاطفين معاه. لكن اللي بيقول كده ما مرش عليه ايقاف 15 لاعب نعم نجوم وصفوة كرة القدم المصرية 85 وانا رايح الاعب نادي الزمالك فريق اسمه العتاولة. يعني اسألنا حضراتكم كنت في الملعب اسألنا بيتعدلكم من جمهور الزمالك هتشيلوا كام بلغة اسألنا الكورة؟ طبعا كمل. فاكيد اكيد المواقف اللي زي دي هي اللي بنت تاريخ النادي الاهلي. ده حقيقي. ويمكن فارس راح نقطه كويسه جدا سبحان الله، يعني كنت ملنك معاه فيها، هي فكره حسين حجازي. عارف المفارقه يا كابتن في سنه 1928؟ اصلا انا عندي قناعات ان التاريخ بيعيد نفسه دايما، وهناك جينات تتغير الاسماء تتغير الوجوه، ولكن هناك هويه لكل نادي. حلو. في 1928 البطوله اللي تم حرمان حسين حجازي منها هي الاولمبياد. نعم. سافرنا وخدنا مركز رابع. حصل ايه بقى في الاولمبياد دي؟ اتنين لعيبه، واحد تابع لنادي المختلط اللي هو الزمالك حاليا، واحد تابع لنادي المصري، عملوا سلوك خارج عن النص وتحولوا لتحقيقات ومساءلة قانونية بره، وجم هنا اتحرموا من فكرة التكريم مع المنتخب اللي حصل على المركز الرابع. وقتها كانت وزارة المعارف. يتحل الاتحاد وينقسم الاتحاد ما بين جعفر ولي باشا رئيس الاتحاد ورئيس النادي الاهلي، وبين محمد حيدر وكيل الاتحاد ورئيس نادي المختلط، ويتأجل مباراة الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، وكأن التاريخ بيعيد نفسه دايما. فالنهاردة المفارقة بتحصل، كهربا لاعب النادي الأهلي، لو كان النادي الأهلي ما طلعش خبر الإيقاف ما كانش حد عارف بحاجة. ده صحيح. بدليل إن الموقف حصل بالليل، الناس فوجئت الصبح بكل صحيح. الصحفيين بكل الإعلاميين إن في مخالفة أو في حدث ما. فالنادي الأهلي هنا بيحافظ على هويته في التوقيت اللي احنا، أنا يعني كويس أوي باين الاعتذار اللي جه من نادي الزمالك، لكن انا شايف ان هو جاب بشكل متاخر جدا. مفيش اعتذار فيه؟ يؤكد مجلس اداره نادي الزمالك على تقديره التام لدوله الامارات وكافه الجهات القائمه، ونثمن الجهود الكريمه المبذوله من كافه الكوادر، ويؤكد ان سياسته تقوم على التزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضيه، رفض اي تجاوز او خروج عن القانون. تقرر تكليف الجهات المختصه بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الاحداث التي وكبت. نؤكد على ثقتنا الكامله في عداله ونزاهه وحياديه جهات التحقيق. اذا انت شفت ان رفض اي تجاوز لا لا او خروج عن القانون ده شايفه اعتذار؟ لا 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 لا، لا مفيش اعتذار، والاعتذار كان لازم يخرج بمسماه الطبيعي وكلمه اعتذار. نعتذر عن المشهد المؤسف الذي حدث في مباراه، لان انت هنا مش بتسيء فقط لغير للاعب ولا بتسيء لنادي، انت بتسيء لسمعه رياضه مصريه وكره قدم مصريه. خاصه يا كابتن شوبير انا اسف ان الامر ده بيتكرر لتاني مره مع فريق نادي الزمالك في الالفيه الجديده مرتين. انا في 2005 فريق الباسكت رايح يلعب مباراه وديه مع فريق اردني، بيعتدوا على الحكم وبيعتدوا وبيكسروا الصاله وبيعتدوا على الامن. يعني عشان ما نخرجش امور خارج صعبه الاطار بتاعنا، خلينا في اللي احنا فيه ده. الاصعب يا كابتن الاصعب ان لازم يكون في وقفه مع فكره من يمثل نادي الزمالك اعلاميا، لان ما ينفعش يطلع يتقال تهديد بالانسحاب ونلاقي مسؤولين اخرين يتكلموا في فكره اللي بيقولوا فيه تهديد بالانسحاب دول بيثيروا التعصب. طب ما ينسقوا الامور مع بعض. باختصار شديد يا كابتن، احمد سالم متحدث رسمي والاستاذ المندوه النهارده في امور واضحه جدا، تناقض بين الموقفين. احنا كلنا هنا من اجل سمعه كره القدم المصريه. نادي اهلي، نادي زمالك، نادي بيراميدز، نادي سيراميكا هم ممثلين لكره القدم المصريه. نادي الزمالك وجوده في البطوله له قيمه كبيره. طبعًا. بدليل ان طبعًا. هو مشترك بكارت ذهبي من اللجنه المنظمه. نعم. عارف ده حصل بقى ليه يا كابتن شوبير؟ نعم. من هنا المشكله. لان احنا هنا نظريه التعامل بالطفل المدلل هي اللي افسدت مناخ كره القدم. نقول ان اللي داعيه الاخوه الاعزاء في الامارات. لا، ما انا اقول لك السلوك اللي حصل هو اللي مشكلته هنا. نعم. ليه؟ لان السنه اللي فاتت احتفال خارج عن النص في مباراه الزمالك والاتحاد، ويتم قرار من لجنه الانضباط ويعلن في المواقع ان في ايقاف اربع مرات للاعب دونجا، والقرار بيبقى يدخل الدرج ما يطلعش. السنه اللي بعدها وفي المملكه العربيه السعوديه في 8 مارس 2024 بعد نهائي كاس مصر، يتم اشارات لجماهير النادي الاهلي من شيكابالا ودونجا برشاوه وساعات واتهام واضح للنادي الاهلي، ويكون القرار المفترض تبعا للائحه اربع مرات بيدخل الدرج وما بيطلعش. نعم. فكل أزمة كابتن شوبير بيبقى فيها دلائل تدليل. نعم. يطلع جوميز
وفي 17/6/2024 بنقول بالتواريخ، يمكن لحد في لجنه النباط يسمعنا، يعتدي على عاطف حسين الحكم الرابع وينقلها البث المباشر للجنه المسابقات تعاقب، برغم ان في نص واضح في اللائحه ثمن مباراته 100,000 جنيه غرامه، ولا لجنه الانضباط خدت بالها حتى الان 17/6 الموسم الماضي. انا مستعجب جدا وبنعتذر للجانب الاماراتي ان هم يعني بعض منهم سال اين عقوبه اللاعبين من الاتحاد المصري لكره القدم ولجنه الانضباط برغم مرور اكتر من يوم عندهم. هم بيقولوا برغم مرور اكتر من يوم، لا يا جماعه احنا اسفين، احنا برغم مرور اكتر من سنه مش لاقيين عقوبات. لو العقوبات دي يا كابتن شوبير اتطبقت على الكل بما فيها النادي الاهلي، والنادي الاهلي اول نادي بيتقبل القرارات والعقوبات، ودليل واضح ان لجنه الانضباط لم تعاقب سوى كهربا فقط لا غير. نعم. وكان مفيش حد تاني بيخطئ. مباراه الاهلي وبيراميدز سب واضح وخروج عن النص من لاعب طلع اعتذر عنه، مروان حمدي لاعب بيراميدز واعتذر عن الواقع، ولجنه الانضباط مش موجوده ولجنه المسابقات مش موجوده. فطبيعي جدا من امن العقاب اساء الادب. طيب.